ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور خضير كاظم حمودي. أستاذ خضير، مرحبا بك. وزارة التخطيط في حكومة العبادي أعلنت أن معدل التضخم ارتفع في عام 2017 بنسبة 0.8%. ما مدى خطورة هذا الارتفاع في معدلات التضخم دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن واقع الاقتصاد العراقي يمر كما أشار التقرير بتضخم اقتصادي عارم اجتاح كل الجوانب التي يرتبط بها الاقتصاد العراقي، مما أضعف قدرة الأفراد والجماعات على تحقيق مستويات الإشباع المثلى لحاجاتهم الضرورية. إذ أن بالإطار العام وفرت السلع بارتفاع سعري كبير، خاصة وأن العديد من السلع أو الخدمات لم تتاح أو تتوفر بالشكل السليم لكل أبناء الشعب العراقي، مما أضحى العديد من الدخول لهذه الأفراد تنفق على الجوانب ذات الأهمية الكبيرة كالتعليم والصحة ومستلزمات الخدمات الأخرى. إضافة إلى أن واقع القطاع الحكومي بالعراق حينما استشرى به الفساد وبدأت صور الإنفاق غير المرشدة من قبل الدولة قد أضاعت وألهبت واقع الاقتصاد العراقي، بما يؤدي إلى إضعاف قدرة الناتج المحلي الذي انخفض بشكل كبير، ما عدا طبعا ما يتعلق بالنفط. هذا هو نعم دكتور، إلى ما ترجع أسباب التضخم في العراق؟ التضخم بالعراق يرجع إلى عدم وجود فكر يؤطر الأبعاد الاستراتيجية للنهوض بالاقتصاد العراقي. أن القائمين على إدارة الاقتصاد العراقي لا يمتلكون من الصور الفكرية التي من شأنها أن تضع إطار استراتيجي يحقق التنمية الشاملة أو التنمية المستدامة في المجالات المختلفة كالصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والخدمات المختلفة الأخرى. هذا الضعف في البناءات الفكرية وتوجه هؤلاء إلى عدم قيامهم بإدارة الدولة بل بإدارة أنفسهم من خلال الحصول على الأموال بشكل غير شرعي، لم يرتكنوا إلى إدارة مؤسسات الدولة وبالتالي النهوض باقتصادها، وإنما انتهجوا أسلوب الحصول على الأموال بكل الذرائع المختلفة، مما أضعف قدرة العراق على النهوض في المجال الاقتصادي وضعف في إمكانية تحقيق أي إطار تنموي معين. كيف يمكن أن تتحقق التنمية في ظل هكذا ظروف؟ يعني أيضا هناك على الرغم من الهبات المعونات الدولية التي تقدم للحكومة إلا أن معدل التضخم قد زاد. من وجهة نظرك كيف تنظر إلى الواقع الاقتصادي البنيوي للعراق في ظل هذه الظروف؟ هل هناك أمل بنهضة اقتصادية؟ ليس هناك من أمل، لأنهم لا يرتكنون إلى فكر تنموي ينهض بالعراق، وإنما الفكر الذي يمارسونه في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية هو الحصول على الأموال وحصولهم على تلك الأموال واستخدامها لمصالحهم الشخصية بالخارج. لم ينهض منذ الاحتلال ولحد الآن لم ينهض القطاع الصناعي ولا القطاع الزراعي ولا القطاع التجاري، وإنما اقتصر الأمر على قيام هؤلاء الأفراد بإدارة
استثماراتهم الخاصة التي تقتصر فقط على الحصول على الأموال ثم تمشية متطلباتهم. لذلك لا يمكن النظر إلى أي توجه تنموي ممكن أن ينهض بالعراق مستقبلا. من عمان الخبيرة الاقتصادية دكتور خضير كاظم حمودي، شكرا جزيلا لك.